اهلا بكم شباب وفيديو جديد على قناه ليدو جيمز ومع افضل العاب البقاء القيد الحياه والعالم المفتوح لعبه وانس هوما. لعبة وانس هومان الصراحة من أضخم الألعاب اللي يمكن نزلت في سنة 2024. بصراحة اللعبة دي مهما لما أنت بتدخلها ممكن ما تعرفش تطلع منها لأنها وهم كبير جدا أنت بتعيشه جوه داخل اللعبة. المهم بقى يا معلم، أنا حجزت أحلى موقع عشان أبني بيت جامد جدا على الموقع ده. علشان انت بقى تبني بيت كبير ومثلا وتصنع اسلحة وحاجات ودروع ليك انت، فانت بتحتاج موارد كتيرة جدا، فالموارد دي بتبقى موجودة في اماكن كتيرة جدا داخل الخريطة. وساعات الناس هي بوضع يمكن من الاخطاء اللي اغلبية الناس بتعملها، اللي هي بتفتح الخريطة بتروح على قد المهمة وبس، لكن ما تعرفش ان في حوالين كل الاماكن اللي موجودة حواليك بيوت، اماكن مفتوحة، اماكن مهجورة موجودة كده، كل دي مليانة لوت ومليانة صناديق تقدر اللي انت تفتحها وتلوت كل اللي موجود فيها. كل دي بتبقى مليانة موارد اساسا انت بتستخدمها، فالموضوع مش على قد المهمة وبس، الموضوع اللي انت بتفتش في اي حاجة انت بتلاقيها حواليك. علشان اللي انت تبني وتصنع سواء كنت هتعمل اسلحة او دروع ليك، فانت محتاج اللي انت تفتح الاول اهم حاجة الامتيازات اللي هي بتؤهلك اللي انت تبني وتصنع، لان انت عشان تبني محتاج حاجات كتيرة جدا تفتح معاك عشان تكمل بقية موارد البيت اللي انت هتبنيه. عايز تصنع فانت محتاج تكمل بقية الموارد اللي انت هتصنع بيها، فانت لازم تفتح الامتيازات اللي هي بتبقى اهم حاجة موجودة في اللعبة الاول، ودي امرها سهل جدا، وده بتبقى من خلال لعبك ومن خلال تنفيذ للمهمات اللي انت بتعملها، فكل ده بيفتح معاك بعد كده. بالنسبة للمهمات، في طبعا مهمات سهلة جدا، طبعا انت لو فتحت الخريطة وعلمت على اي مكان انت ممكن تروحه وتنفذ فيه المهمة بكل سهولة جدا، لكن في ساعات بتبقى مهمات بتبقى تقيلة شوية، يعني مثلا تحتاج منك ان انت تحارب وحش كبير جدا، والوحش ده بيبقى طبعا الدم بتاعه بيبقى عالي قوي، فانت بتقعد وقت طويل شوية عقبال ما انت تصفي الوحش ده. Even without their submission. Oh.
الحقيقة الواحد مهما يتكلم عن لعبة وان سومان بصراحة الواحد مش عارف يوفي ان هي تاخد حقها بالكامل. لعبة تقيلة جدا يا شباب، اتمنى فعلا ان انتوا تجربوها وتلعبوها، اتمنى كمان ان الفيديو ده يعجبكم. ما تنسوش يا شباب الدعم باللايك والاشتراك في القناة، وان شاء الله اشوفك في فيديوهات تانية كتيرة جدا. اشوفكم على خير وسلام.